يعطيك العافية مرة ثانية. إن شاء الله راح نستكمل اليوم ما بدأنا فيه بالمحاضرة السابقة، وآخر شيء وقفنا فيه عند اللي هو سلايد نمبر 20. حكينا إنه بسلايد 19 إنه بالنسبة للبوليساكارايدز اللي زي ما الآن اتفقنا إنهم هم عبارة عن متعددة السكريات. The functionality of polysaccharides divides into two groups اللي هم حكينا اللي بيكونوا storage polysaccharide أو structural polysaccharide اللي هي الدعامة. فسلايد نمبر 20 بيحكي الآن ببلش عن ال storage polysaccharides. فأول storage polysaccharides راح نحكي عنه اللي هو starch أو اللي بسموه بالعربي النشا. A storage polysaccharides of plants، حطوا خطين تحت كلمة plants، معناته هذا الستارتش دائما لما نحكي عن الستارتش نحكي عن النباتات. consist of glucose monomers، معناته هو عبارة عن glucose plus glucose plus glucose plus glucose، زي ما حكينا بالمحاضرة السابقة. معناه شو الرابطة؟ بدها تكون glycosidic linkage. وشو طبيعة الرياكشن؟ بده يكون dehydration reaction، لأنه بالحالة هاي احنا بنبني. plants store surplus starch، surplus اللي هو الزائد، كمية النشا الزائدة، as granules، حبيبات، within chloroplast and other plastids اللي هي البلاستيدات، واللي من أهم أنواعها اللي هي الكلوروبلاست، البلاستيدات الخضراء. فلو إجاني سؤال بالامتحان where plants store their surplus starch، الجواب راح يكون بالكلوروبلاست and other plastids، أو بيجي إذا جاء كان بالخيار بكون كلوروبلاست. The simplest form of starch is amylose أو amylose اللي هو سكر الأميلوز. فبرضو هذا مرشح يكون سؤال ضع داير بالامتحان. The simplest form of starch is amylose. Move on to slide number 21. In this slide it shows the structures of structural and storage polysaccharides. رايحين نحكي عنهم إن شاء الله ونرجع لهم بالتفصيل، بس خليني أورجيكم الآن. If you look at the picture at the top left، بتشوفوا في شخص holding potato، حامل معه بطاطا. فلما نحكي البطاطا مباشرة it's a source of storage polysaccharide اللي هو راح يكون الستارتش. زي ما انتم شايفين على التوب رايت في عندي أبسط أنواع الستارتش اللي هو الاميلوز، وبين قوسين unbranched. unbranched يعني غير متشعب، وهذا اللي خلاه ياخذ صفه simplicity اللي هو انه very simple in terms of الفورم تبعه. شايف عباره عن glucose monomers joined by another glucose monomer via dehydration reaction. النوع الثاني اللي بيجي بعد الاميلوز بسموه amylopectin، برضه somewhat branch، بلش يصير في شوية تفرعات وبالتالي بصير أعقد في تركيبه. لما نيجي على الرسمة اللي تحت بيشرح لنا عن تركيب الستارتش فيها. الآن the picture in the middle هاي بتحكي لي عن اللي هو راح نحكي عنه كمان شوي، اللي هو الستورج بوليساكرايد بالحيوان ان انيمال اللي هو بسموه الجلايكوجين، اللي موجود يخزن في المصل تيشو اند ليفر بالكبد. راح نحكي عنه هلا لقدام شوي، بس يعني بحب انوه عليه بالرسمه الميدل 1. الرسمه الاخيره برضه راح نحكي عنها ان شاء الله، اللي هو موجود خصوصي في البلانت سيل وول، في الجدران للخلايا النباتيه اللي بسموه السيلولوز. راح نغطي ان شاء الله. هو عباره عن ان برانش، بس راح تكون وظيفته ستراكشرال وليس ستورج، راح نحكي عنه دونت وري اباوت ات. ننتقل للسلايد 22، هو نفس الاشي بس بصوره مكبره. لاحظ هو رجي لي ستورج ستراكشرز بلاستيد، هاي وين اماكن تخزينه، ان بوتيتو تيوبر سيل اللي هي درنات البطاطا. ولاحظ الاميلوز از ذا سمبلست فورم اوف ستارتش. سلايد نمبر 23 نفس الشيء بورجيني البلاستيد. 24 نفس الشيء اللي بسموه مرات النشا الحيواني مجازا، اللي هو الجلايكوجين جرانيولز، حبيبات الجلايكوجين زي ما حكيت تخزن mainly في المسلز and the liver في الكبد. سلايد 25 نفس الشيء بورجيني صورة الكترون مايكروسكوب وين مخزن الستارتش. 26
اللي هو نفس الشيء للسيلولوز، بس بالحالة هاي راح يكون structural polysaccharides. لاحظ بكون عبارة عن بسموها microfibril، لليفات، يعني زي كيف لما تضع حزمة عصي مع بعضهم البعض وتلفهم بشغلة معينة، فهذا بعطيك ايش دعامة. وهاي هون للسيلولوز بعطينا الدعامة. لاحظ بين كل سيلولوز والسيلولوز اللي تحته في عندي روابط هيدروجينية بتربطهم مع بعضهم البعض. فلاحظ سيلولوز مايكروفايبرز ان بلانت سيل وول، بعطوا دعامة لذلك الجدار الخلوي، بسموه الجدار الخلوي. ليش؟ لأنه نسبة السيلولوز فيه عالية فبعطي الدعامة. صورة 28 بتوضح لي خلية نباتية، وراح نحكي عنها إن شاء الله في تشابتر القادم، تشابتر 7. بتشوفوا كيف السيل وول مأشر عليه بالسهم. لو جانا سؤال بالامتحان the main component of the cell wall in plant is A. starch B. amylopectin C. cellulose D. none of the above. فالجواب راح يكون cellulose لأنه هو المين كومبوننت. نيجي على سلايد 30 الآن، بحكي عن الجلايكوجين. هلا احنا لساتنا وين؟ لساتنا في الستورج بوليساكرايدز. احنا بنحكي عن بوليساكرايدز مهيئة او مخصصة لايش؟ للتخزين، وظيفتها وظيفة تخزينية فقط. فبالتالي الآن بنحكي عن النوع الثاني اللي هو الجلايكوجين is a storage polysaccharide in animals وليس plants. فلو جانا سؤال بالامتحان ضع دائرة the storage polysaccharide in animals is، فالجواب راح يكون جلايكوجين. راح تشوف بالخيارات starch، بس starch هو صح، هو storage polysaccharide، بس موجود وين؟ في plant cells. Glycogen is stored mainly in liver and muscle cells. فيخزن في الكبد والعضلات. Hydrolysis of glycogen. لو الآن if I ask somebody to replace hydrolysis in another word، فالجواب راح يكون breaking down، اللي هو the addition of water. يعني breaking down of glycogen in these cells releases glucose، لأنه هو عبارة عن الجلايكوجين عبارة عن وحدات glucose. When the demand of sugar increases، يعني لما الجسم يحتاج إلى سكر بصير يحرر بالجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات وبيوديه على الدم حتى يرتفع منسوب السكر. And this is what happens when we are fasting during Ramadan. ننتقل لسلايد 32 أو 31 عفوا. الآن ما ننتقل ل الفانكشن الثانية من البوليساكرايدز. احنا كنا نحكي عن ستورج ستارتش وغلايكوجين، الآن راح نحكي عن structural polysaccharides، يعني polysaccharides دعامية، فوظيفتها الدعامة تعطي قوة. The polysaccharide cellulose is a major component of the tough wall of plant cells. معناته برضو السيليلوز مرهون في plant cells زي ما هو الستارتش من حيث الستورج في plant cells. Like starch، زي الستارتش cellulose is a polymer of glucose. جزء واحد يحكي طيب إذا أنه كلهم جلوكوز جلوكوز why we have starch and why we have cellulose، الاختلاف but the glycosidic linkage is different. الglycosidic linkage تختلف. هلا راح نشوف في الفيجر الجاي شو اللي بيخليها تختلف. The difference is based on two ring forms for glucose alpha and beta glucose. راح تشوف أنه في الجلوكوز في عندي نوعين، في عندي بيتا وفي عندي الفا. فموف اون تو سلايد نمبر 32، راح نشوف شو الفرق بين البيتا اللي هو على جهه اليمين والالفا جلوكوز. اذا بتطلعوا على النص راح تشوفوا اول شيء اذا بتتذكروا من المحاضره الماضيه از ذس الدوز اور كيتوز، الجواب مباشره لازم يكون الدوز. واي؟ لانه الكربون الجروب سي دبل بوند او موجوده على الطرف. از ذس تريوز الدوز ولا بنتوز ولا هيكسوز؟ الجواب راح يكون هيكسوز. ليش؟ لانه عندي 1 2 3 4 5 6 6 كربون اتومز، فبالتالي بكون هيكسوز. الان شو اللي بيميز البيتا اللي على الجهه اليمين عن الالفا؟ اف يو يعني لوك ثورلي ات ذا بيكتشر راح تشوف انه على كربون رقم 2 في عندي يصير سويتش بين الاتش والاو اتش، بس عملية الفليب، لاحظين هاي العملية خلت انه هذا يصير الفا وهذاك بيتا. البيتا اتش او اتش
عفوا على كربون رقم واحد او اتش اتش بالبيتا لفوق الاو اتش، والالفا جلوكوز الاو اتش لتحت كربون رقم واحد. فلو اجاني بالامتحان مين الفا ومين بيتا، المفروض اعرف ان الاو اتش اذا كانت ذا توب اللي فوق بتكون بيتا، اذا كانت لتحت بتكون الفا. الان شو الاختلاف بين الجلوكوز وال سوري بين الستارتش والسيلولوز؟ بما انه المونيمر تبعهم جلوكوز، شو اللي خلاهم يختلفوا؟ الستارتش دائما بكون مكون من 1-4 الفا جلوكوز مونومرز اللي هي على جهة الشمال على بالرسم اللي فوق. الان السيلولوز نفس الشيء 1-4، واحنا عرفنا من المحاضرة اللي فاتت شو يعني 1-4. يعني لو واحد سألني ليش 1-4 ليش مش 1-3 1-2 1-6، الجواب راح يكون انه كربون رقم واحد من مولكيول الجلوكوز رقم واحد ارتبطت مع الكربون رقم 4 من جلوكوز مونومر اللي هي رقم 2 وهكذا. فالاختلاف الان بين السيلولوز والستارتش ان الستارتش دائما تذكروا ستارتش الفا جلوكوز، سيلولوز بيتا جلوكوز. واذا بتلاحظ يعني دائما بعطيها هنت للطلاب، اذا بتلاحظ الترتيب الاو اتش شايفينه بالستارتش كيف كلهم على نفس المستوى او اتش او اتش او اتش، بينما بالسيلولوز بكونوا زيجزاج لايك ستراكشر، او اتش تحت او اتش فوق بالثاني، او اتش تحت بالثالث، او اتش فوق بالرابع وهكذا. سلايد نمبر 33 بعيد نفس السلايدات بس بصوره مكبره. سلايد 34 ذا سيم ثينج، زي ما حكيت دائما الالفا بكون الفا جلوكوز للستارتش. الستارتش الفا كونفيجريشن بسموه اللي هو الفا جلوكوز از لارجلي هيليكال سيلولوز مولكيولز بيتا كونفيجريشن ار ستريت اند ان برانشد. لاحظ اذا بترجع على الرسم لما كنا نحكي عن السيلولوز كان ان برانشد. سم هيدروكسيل جروب اون ذا مونومر اوف سيلولوز كان هيدروجين بوند وذ هيدروكسيل اوف بارلل سيلولوز مولكيولز، وهذا اللي حكينا بالرسم هلا اللي بيكون لي اللي بسموها المايكروفايبريل الليفات، لليفات السيلولوز، وهي بتكون مرتبطه مع بعضها البعض ب 1-6 جلايكوسيديك لينكج. الجلوكوز السيلولوز الواحد الخيط الواحد 1-4 بيتا جلايكوسيديك لينكج. الان السيلولوز والسيلولوز اللي تحته واللي تحته واللي تحته اللي بسموه المايكروفايبر بكون عباره عن 1-6 جلايكوسيديك لينكج. ننتقل على سلايد 36. Enzymes that digest starch by hydrolyzing، لاحظ hydrolyzing breaking alpha linkage cannot hydrolyze beta linkage in cellulose. وهذا بفسر انه why we don't why we are not able to digest cellulose. يعني لو اكلنا اوراق الشجر it will not be digested. ليش؟ لانه المين كومبوننت تبع cellulose واحنا كهيومن organisms ما عندنا الانزيمز اللي تتكفل بتحطيم السيلولوز. The cellulose in human food passes through the digestive tract، بمر عن طريق القناة الهضمية without any breaking. لذلك شو بسموه insoluble fiber. Insoluble غير مذاب. Fiber اللي هو leaf. Leaf غير مذاب. واضح؟ باحتمال هاي برضو يجيني سؤال بالامتحان. The insoluble fiber in human food is called starch, amylopectin, cellulose. All of the above are true. فالجواب راح يكون cellulose حتما. الآن في خاصية بالherbivores اللي هي أكلات الأعشاب. From cows اللي هي الأبقار to termites. Termites اللي هو النمل الأبيض. Have symbiotic relationships، في علاقة تشاركية with these microbes. فالأبقار بالرومن تبعها بالكرشة تبعتها بيكون في microbes كائنات حية دقيقة. هاي الكائنات الحية عندها الإنزيمات القادرة على تحطيم السيلولوز. بالمقابل الكاوز شو بتوفر لهاي للمايكروبس؟ بتوفر لها البيئة المسكن. فبتحكي لها إنه أوكي تسكني في أحشائي وبتحطمي لي السيلولوز. النوع الثاني من انواع الستراكشرال بوليساكارايدز
اللي هو الكايتين، مش تشيتين، كايتين. Another structural polysaccharide is found in the exoskeleton of arthropods. بالمفصليات على رأس الحشرات. Exoskeleton، الهيكل الخارجي. فدائما أنا بعطي مثال عليه اللي هو الكاكراكس، اللي هما الصرصور. فدائما if you يعني شفت الأيام دنيا يعني شفت صرصور ماشي، if you step on it، إذا دعست عليه راح تسمع صوت خشت، قرمشة. هاي القرمشة بسبب إيش؟ بسبب وجود الكايتين اللي هو structural polysaccharides موجود على الجدار أو الهيكل الخارجي تبع الأرثروبودز أو اللي هو الكوكروك اللي هو بنتمي إلى هذه الفصيلة. برضو كمان الكايتين also provides structural support for the cell walls of many fungi اللي هي الفطريات. فسؤال برضو يعني محتمل بالامتحان، مين البوليساكرايز الموجود بالإكسوسكيلتون of the arthropods؟ الجواب راح يكون كايتين. احتمال تلاقي سيليلوز بالخيارات. هلا سيليلوز اوكي structural polysaccharides بس مش موجود بالإكسوسكيلتون of arthropods، موجود بالسيل وول تبع البلانت. سلايد 38 بورجيني الستركتشر تبع الكايتين. You don't have to memorize it، بس بتشوفه يعني بتطلع انه لاحظ اربطوا دائما بالحشرات او المفصليات، فهذول بكونوا ايش يعني الاكسوسكيلتون تبعهم مغطى بهذه الماده من اجل الدعامه. برضو كمان الكايتنز يستخدم في خيوط، الكايتنز تستخدم في عمليات التجميل اللي هي بسموها العمليات الكوزماتيك للتجميل، القطب لما يعملوا ستيتشز بتكون يعني ناتشرال وبتتحلل لحالها. وليش بيستخدموها للقطب؟ انه يعني يعملوا فيها قطب للجرح معين، لانها تمتاز بالصلابه structural polysaccharides. Let's move on to slide 39 اللي بكون بالحاله هاي اللي هو concept 5.3. فهلا احنا غطينا جزء الكربوهيدرات اللي هو اول كلاس تعرفنا عليه في بدايه هذا الفصل، واللي هو لارج مولكيولز وهو بوليمر. اوكي عرفنا البوليمرز 3 كلاسز اوت اوف 4 اللي هم كربوهيدرات، بروتينز، ونيوكليك اسيدز. هلا راح نتعرف على الليبيدز اللي هي الدهون، اللي هي عباره عن لارج مولكيولز but they are not polymers. Lipids are a diverse group of hydrophobic molecules. Hydrophobic اللي هي ايش؟ كارهة للماء. هايدرو مي، فوبيك هيتر، كاره، فهي لا تحب الماء. وهذا بفسر انه لما غسل ايدينا وتكون عليها دهن بتحس انه بنحكي مصطلح باللغة العامية انه الايد ملتنت، بتصير انه يعني ما بروح بصورة طبيعية. Lipids are the one class of large biological molecules هم still large that does not include true polymers. معناته هم لا يعتبروا من مجموعات البوليمرز. The unifying feature of lipids، أهم خاصية بتميز الدهون، they mix poorly if at all with water. ودليل على ذلك جيب كاسة صغيرة وحط فيها زيت وحط فيها مي، وحتى لو رجيتهم وتركتهم على الطاولة you will see إنه they will be separated into two layers، الزيت لحال والمي لحال. فدائما الدهون كارهة للماء، تهرب من المي. Lipids consist mostly of hydrocarbons regions، دائما عبارة عن hydrocarbons اللي هو CH CH CH. The most biologically important lipids are fats، يعني lipids بينقسموا إلى fats دهون، phospholipids دهون مفسفرة، and steroids اللي هي استيرويدات بالعربي. نبدأ الآن ونشرح بالجزء الأول اللي هو الفاتس. الفاتس are considered constructed from two types of smaller molecules. لاحظ ما حكى كلمة polymer، بحكي إيش؟ two smaller molecules اللي هم glycerol and fatty acids اللي بسموه بالعربي الجليسرين أو الغليسرين and fatty acids الأحماض الدهنية. ولا تخربط بين الفاتي acids والنيوكليك acids والامينو اسيدز اللي راح يجوا لقدام شوي، فبي اوير انه تنو
which is belong to which. جليسرول، شو هو الجليسرول او الغسلين؟ هو عبارة عن 3 كربون الكحول، معناته هو عبارة عن كحول مكون من ثلاث ذرات كربون with a hydroxyl group attached to each carbon. فلو جانا سؤال بالامتحان the 3 carbon alcohol with a hydroxyl group attached to each carbon is، الجواب glycerol. الفاتي acids on the other hand consist of a carboxyl group attached to a long carbon skeleton OH مع الكربون، OH مع الكربون. هلا راح نشوف بسلايد 41 شو المقصود بالعملية. الآن بنشوف بالأبر بيكتشر اللي هي عبارة عن one of three dehydration reaction in the synthesis of fat. لاحظ الجليسرول ارتبط مع الفاتي أسيدز، ولاحظ بالسهم في عندي خروج ال H2O، خروج I'm losing water molecules، معناته this is a dehydration reaction, this is a synthesis reaction, this is a building reaction. فلاحظ الجليسرول ثلاثي الكربون الآن برتبط مع الفاتي أسيدز. الفاتي أسيدز زي ما حكينا هي عبارة عن هيدروكربون سكيلتون، عبارة عن كربون مشبك عليه هيدروجين أتومز. اللي تحت هي عبارة عن ارتباط الجليسرول بثري فاتي أسيدز، فشو سماه؟ تراي جليسرول، تراي أسيل جليسرول، تراي يعني شو يعني؟ ثلاث، ثلاثة إيش؟ فاتي أسيدز بالحالة هاي. ولاحظ الثلاثة فاتي أسيدز they should not or they are not necessarily to be the same. فإذا بتعد الكربونات بتلاقي بواحد 16، بجوز تلاقي بواحد 12، مرات بجوز تلاقي 18 and so forth. فهي they vary. لذلك اللي فوق كان اسمه palmitic acids وفي oleic acids and so forth، بيعتمد على عدد الكربونات بالهيكل الكربوني. ننتقل لسلايد 42 اللي هو عبارة عن صورة مكبرة من الصورة اللي حكيناها. فلاحظ هذا الآن عندي dehydration reaction، أخذنا الـ H من الجليسرول وأخذنا الهيدروكسيل جروب من الفاتي أسيدز، طلعنا الـ H2O شبكناهم ببعضهم البعض، والرابطة بتكون بالحالة هاي بسلايد 43. الرابطة بسموها إستر لينكج، اللي هي الآن النوع الثاني من الروابط. أخذنا جلايكوسيديك لينكج لازم نعرف إنها بالكربوهيدرات، الآن في عندي الإستر لينكج لازم نعرف إنها بالليبيدز. واضح؟ فهاي احتمال يجيك فيجر بالامتحان زي هيك، نفس المربع نفس الاشي، ويسألك يقول لك what kind of linkage is this، بحط لك glycosidic linkage peptide linkage ester linkage all of the above are true. فالجواب يكون ester linkage. ننتقل لسلايد 44. fat separates from water. ليش الدهون تكره الماء؟ ليش تنفصل عن الماء؟ because water molecules hydrogen bond to each other and exclude the fats. And if you remember from your high school experience كنتوا تاخذوا عن شيء بسموه البولر والنون بولر، اللي هو القطبي والغير قطبي. احنا بنعرف انه الماء قطبي، فالقطبي مع القطبي يتجاذب والقطبي مع الغير قطبي يتنافر. And fats they are non polar molecules، مش قطبيات. In a fat three fatty acids are joined to glycerol by ester linkage creating، قال لك three fatty acids، فمباشرة بتعرف انه triacyl glycerol or مرات بختصروها triglyceride، وهي هي المادة اللي موجودة في معظم الكريمات اللي بيستخدموها الصبايا. The fatty acids in a fat can be all the same or two or three of different kinds، زي ما حكيت بجوز تشوفهم كلهم الثلاثة عبارة عن 16 كربونة، او تشوف 16 12 18، او تشوف 16 16 12 وهكذا. وهذا اللي بعطي الفاريشن للفاتي اسيدز. نيجي على سلايد 45. فاتي اسيدز فاري ان لينث، زي ما حكينا نمبر اوف كاربونز، في عندي 12 في عندي 14 في عندي 16 في عندي 18، اند ان ذا نمبر اند لوكيشن اوف ذا دبل بونز. هاي بدي اقول الان تركزوا عليها، هلا بشرح لكم اياها بالتفصيل ان شاء الله. Saturated fatty acids اللي بسموها باللغة العربية الدهون المشبعة. ليش بسموها مشبعة؟ يعني لما تقول أنا شبعان، شبعان معناته أنا full. Have the maximum number of hydrogen atom possible and no double bonds. يعني شفتوا الهيكل الكربوني اللي على الفاتي acids، على طرفيه بكون HH 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 HH، فبكون full ما في أي فراغ، فبسموها saturated fatty acids. على النقيض on the other hand unsaturated fatty acids have
one or more double bond. شو اللي خلى السبب يتكون عندي الدبل بوند اللي هي انا اني شلت واحده من الاتش او اكثر من واحده، اي اتش بسحبها من الفاتي اسيدز مباشره بتقلب لدبل بوند. يعني لو عندي 2 اتش ريموفد 2 دبل بوندز، 3 اتش ريموفد 3 دبل بوندز اند سو فورث. خلينا نطلع على الفيجر الموجود بسلايد 46 ونشوف شو المقصود فيها. هلا اذا بتلاحظ برسمه بي، عفوا برسمه اي على الشمال، بقول لك ساتوريتد فات اللي هي زي الزبده. لاحظ الان الجليسرول تعرفنا عليه ثلاثي الكربون، الان الفاتي اسيد معطيك اياها بخط زجزاج، تطلع انه كل الخط زجزاج ما في ولا دبل بوند، which means لو بدي اجي ارسمه بايدي انا هيك بدقه، كل زاويه بحط عليها سي وبعدين بشبكها اتش اتش، الزاويه الثانيه سي اتش اتش سي اتش اتش، معناته كله فل ما عنده اي شيء. واذا بتلاحظ الان لما ورجاني السبيس فيلينج موديل، يعني بدي بالرسم التوضيحي of stearic acids is a saturated fatty acids، لاحظ straight أعطاني straight خط زي خط مستقيم. الآن إذا بنتقل على الرسم B اللي هو unsaturated، وأشهر مثال على ذلك اللي هو الأوليف أويل أو الأويلز بشكل عام، الآن بتطلع على الرسم هاي نفس الشيء، عندي تراي أسيل جليسرول، بتطلع على الفاتي أسيدز رقم 3 اللي هايلايتد باللون الأصفر، بلاحظ إنه في، هلا راح أشوف الصيدات اللي جاي إن شاء الله بتتكبر الصورة، في عندي دبل بوند، هيا شايفينها، انا راح تتوضح ان شاء الله بالسلايد اللي بعدها. هاي الدبل بوند شو سببها؟ سببها انه واحدة من الهيدروجينات اللي كانوا مرتبطات على الكربون واز ريموفد، مجرد ما صار ريموف صار عندي دبل بوند. الدبل بوند مجرد ما تكونت لاحظ صار في عندي شيء بسموه كينك، كي اي ان كي، كينك طعجه ثانيه، وهاي بتسبب لي ما يسمى ب السيس دبل بوند. لاحظ السيس دبل بوند، من اسمها سيس دبل بوند معناته في عندي الهيدروجين causes bending او اللي بسموها الكينكس، راح نتعرف عليها لقدام مصطلح كينكس. نيجي على سلايد 47 نفس الشيء اللي هو مكبر، نيجي على سلايد 47 48 مثال على الزبده، 49 لاحظ الصوره اوضح الان، بورجيك الان وين صارت الدبل بوند، شايفينها بالفاتي اسيدز رقم 3 اللي كان مرتبط مع الجليسرول في عندي دبل بوند، فصار عندي كينك انثناء انحناء. فاتس ميد فروم ساتوريتد فاتي اسيدز ار كولد ساتوريتد فاتس، اللي بتكون دهون مشبعه بسموها دهون مشبعه، واللي غير مشبعه بسموها غير مشبعه. موست انيمال فاتس ار ساتوريتد، يعني دائما الدهن الحيواني بيكون ساتوريتد، لذلك دائما من ناحيه طبيه بينصحوا الاطباء بعدم تناول الساتوريتد فاتس بكثره، لانها بتاثر على الكارديوفاسكولار سيستم تبعنا وقد يسبب امراض قلبيه لا سمح الله، راح نحكي عنها لقدام شوي. فاتس ميد فروم ان ساتوريتد فاتي اسيدز ار كولد ان ساتوريتد، دهون غير مشبعه اور اويلز بتكون زيوت اند ليكويد ات روم تمبريتشر، لاحظ الزيت دائما الزيت على روم تمبريتشر بكون ليكويد. هلا بجوز واحد يقول لي بالشتويه لا بصير بيجمد، اوكي بالشتويه لانه درجه حراره الغرفه بتنزل عن 25 ديجري سيلسيوس فبالتالي بيجمد. بلانت فاتس اند فيش فاتس ار يوجوالي انساتوريتد، وهي دائما اللي بنصحوا فيه الاطباء، يعني بقول لك السمك قد ما تاكل سمك لا تخاف على يعني صحه قلبك، بينما لو تاكل برجر كل يوم كل يوم كل يوم احتمال، مش احتمال اكيد راح يصير عندك مشاكل. ننتقل للسلايد اللي بعده اللي هو سلايد 52. ادايت، الدايت مش انه تنقيص وزن، لا ادايت وجبه، وجبه طعام. ادايت ريتش ان ساتوريتد فاتس، يعني جايبين برجر وابدا ودهن والى اخره، ماي كونتريبيوت تو كارديوفاسكولار ديزيزز، تساهم في الامراض القلبيه، كارديو قلب، كارديوفاسكولار ديزيز اللي هي لا سمح الله بصير ثرو بلاكس ديبوزيتس، بتعمل لي انسداد في الشرايين. احيانا شو بصير؟ احيانا بيعملوا بروسيس بسموها هايدروجينيشن، هايدرو من كلمه هايدروجين، هايدروجينيشن اللي هي بالعربي الهدرجه، is the process of converting، ركز مع العباره، converting unsaturated fats
to saturated fats by adding hydrogen. وكأني أنا بشتغل ضد الطبيعة، يعني أنا في عندي unsaturated fat، ربنا خلقه unsaturated، معناته في double bond، معناته راح يكون oily زيت. الآن عن طريق تعريض هذا الزيت لدرجة حرارة عالية جدا أضفت له إجباري الهيدروجين. فالهيدروجينيتنج فيجيتابل اويلز also create unsaturated fats with trans double bond. وهون تيجي الخطورة. بالطبيعة إذا كان في double bond من عند ربه، double bond هاي بتعطي الانحناء وبسموها cis double bond، ولها علاقة بترتيب معين أنتم مش مطالبين فيه، لها علاقة بالH والCH3 مش مطالبين فيها. بس اللي بدي اياك تركز لي عليه وتعرفه انه الترانز خطيرة جدا لدرجة انها may contribute more than saturated fats to تناولها او عن اكلها. ولغاية هذا السلايد 52 ان شاء الله بنوقف، والمرة الجاي بنكمل من سلايد 53.